جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر في الشمس حين غربت بأنها تسجد تحت العرش، أليس هي الآن تحت العرش؟ معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بكيفية هذا السجود، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نتعرض لكيفيته، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.